السلام عليكم الإخوة الكرام. في هذا الفيديو غنتكلموا على واحد الموضوع اللي هو آني كيخص هذا الركود في بيع الطيور، يعني في السوق تاع الطيور كاين واحد الركود في البيع، ماشي كاين كما كنقول البيع ميسر وهكا، وكاين أيضا واحد الارتفاع في أثمنة جميع مستلزمات الطيور اللي كانت بثمن ولات بثمن، وأيضا مواد الغذائية نتاع هاد الطيور. فاشنو هما هاد الاسباب؟ واش هاد الشيء اني ولا غادي يبقى ديما؟ فقبل ما نبداو كنقدم لكم الشكر وتحية لدعمكم لهذه القناة، يعني الناس اللي كتبع القناة كنقدم لها الشكر اينما كانوا هاد الناس. كاين حاجة اخرى، كنطلب منكم ان الناس اللي ما مشتركينش يشتركوا في القناة ويدعموها، واللي شاف الفيديو يدعمنا بالضغط على زر لايك الى عجبه طبعا، ولما لا يبارطاجي هذا الفيديو، وكذلك تفعيل جرس الانذار لكي تتواصلوا بكل جديد. هذا بخصوص الموضوع ديال اليوم اللي غنهضروا بصفة عامة على شنو هو اللي خلى هاد الركود في السوق، يعني الطيور تكون ثقيلة في البيع هاد السنة. الى عقلتوا هاد السنة راها كتشبه السنة اللي قبل من هادي، ماشي السنة ديال 2020، السنة ديال 2019 راه حتى هي كان فيها واحد الركود في بيع الطيور، لدرجة أن الناس دخلوا الفراخ من برا وبقاو عندهم متباعوش ليهم، أو كانوا الفراخ ديال برا هذاك العام تقريبا راه ولاو تيديرو 150 170 200 درهم على حسب هذاك العام. ونفس الشيء كيتكرر هاد السنة، السنة اللي قبل كان غلاء في الطيور، الناس دخلوا الطيور مثلا برا ولا ديال اللوكال في البلاد انهم باعوهم بثمن مزيان. ولكن نتكلم على شنو هما الاسباب. الاسباب نتاع الركود في السوق هذا العام، مهم تداعيات ديال كورونا راها كاينه، يعني الناس راهم مدوره الصرف ديال المال، ما عندهاش فلوس يعني حتى باش يشري ولا باش يدير ما كايناش. كاين المشكل الثاني هو ان الناس ما خرجوش الطيور هذا العام، يعني الاولاد ما تباعوش في الوقت. شكون كيشري الولاد بزاف وكيشري الولاد بكثره؟ كيشريهم واحد الناس اللي كيكونوا كنقولوا بيعه وشراي، كنسميهم في واحد السوق واحد دوم، واخا ما تنبغيش نقولوا كيقولوا لهم الشناق. اكيد ان هاد السيد اللي غادي يشري هاد الفراخ ما غاديش يشريهم باش يحطهم يتفرج فيهم، كيجي كيشري 30 ولا كيشري 40 راه باغي يربح فيها، هاد الهضره لا نقاش فيها، يعني كيحاول يهبط لك الثمن شويه وكيشري بالجمله، يشري الصحيح يشري المريض يشري الخايب يشري الزين يشري كذا يشري كذا، وضروري ما كيكون عنده واحد الخسران يعني في الاكل، تقديم الاكل هاد الطيور. وكلنا تنعرفوا ملي كيولي عندنا واحد العدد ديال الطيور اللي كيفوت 50 ولا كيفوت 60، راه كل نهار ولا كل يومين كتلوحوا عاد ربعه الطيور كيموتوا ولا كيهربوا ولا كيتهرسوا ولا كيتوقع فيهم شي حاجه. دونك هاد السيد راه كيدير حساب، كاين الخسران كيدير لي حسابه باش ياخذ واحد الطيور بواحد الثمن، واللي في واحد الوقت من يخرجهم يبيعهم يخليو ليه شي شويه باش يعيشوا باش يروج السوق وهكا. اذا هذا مشكل كان ان الناس ما خرجوش الطيور هاد العام، يعني بقاو محافظين على الفراخ حتى لفات شهر 6 عاد بداو تيخرجوا فيه. كاين مشكل اخر هو هاد الارتفاع في مستلزمات ديال الطيور، مثلا اقفاص كانوا ب 40 درهم ولاو ب 70 درهم ولا ب 60 درهم، مثلا الزوان كان ب ب ب 2500 250 درهم ولا دابا 350 درهم. الزوان ديال البريش كان هكا حتى هو تزاد فيه الثمن. هادوك الاقفاص لا هادوك العلافات الى دوك دوك الوكالات اللي كاينين، لا لي سيباراسيون لا اي حاجه تزادت، كتزاد فيها 40 درهم كتزاد فيها 30 درهم ولا احد يراقب. ولكن هاد الزياده راه عندها معنى، اذا هنشوفوا حنا هاد الزياده اللي دارت. مثلا الواحد كيمشي عند ولدو غادي يشري ليه فرخ، كيوصل كيدوي على الفرخ هو كيقول له مول الفرخ مثلا 150 درهم، ما غاديش يخلص غير هذيك 150 درهم وغادي يمشي بحال، ضروري ما خاصو قفز وخاصو كيلو زوان وخاصو شرابات وخاصو كذا وخاصو كذا. فالاب ملي كيشوف ان الابن ديالو من 150 درهم ولات في 300 درهم دوبل، راه كيدير بالناقص. دونك هذا مشكل على ان الطيور ما تتباعوش. كاين مشكل اخر وهو الارتفاع
ديال مواد تغذية. ان الناس كتقول تادوك الشناقة دابا ما يقدرش يشتري الفراخ، كيقول مثلا انا غنشري الفراخ، كيضرب وعنده في الشهر جوج خنشات ديال الزوان ولا ثلاثة، وعاد يزيد الباتي وعاد يزيد هكا وعاد. فهذا حتى هو كيفكر غادي يدير حساب، كيقول لي شريت الكترة راه غادي تاكل بزاف، راه ما غنربح والو، ما غاديش يشري حتى حاجة. هذا من جهة. دونك هادو كلهم اسباب اللي كتخلي ان الفراخ يرتفع الثمن ديالو. فهاد الزوان دابا اللي ولا عليه هاد الاقبال كامل، شنو هما الحلول اللي راه خاصنا نهضروا عليها باش ان هاد الزوان ما يبقاش يطلع الثمن ديالو، وهاد الاقفاص ما يطلعش الثمن ديالو؟ حنا هنا في المغرب كتدور في بعض البلايص كتلقى ان الناس تخدم بلا منهجيه الفراخ. علاش كتخدم الفراخ؟ الله اعلم. واش كتخدم باش تفرغ، ولا كتخدم باش تحضر المسابقات، ولا كتخدم باش تنتج شي طفرات اللي هي مزيانه؟ كاين الناس اللي كدير البحث، كدير بحث مثلا كتزاوج طفرات وكتبحث على اساس تلقى شي طفره جديده، ولا تلقى شي غاص جديده، ولا شي حاجه وكتسميها في سميتها. هنا في المغرب راه كاينين شي ناس، وتحيه لولاد زله وتماره وبوزنيقه، راه كاينين شي وحدين تنعرفهم شخصيا راه تيخدموا في هذا المجال. ما غنبي ولا ننسى ناس اخرين اللي تيخدموا في مدن اخرى، وتيخدموا بطريقه وكنقولوا في الصمت، ما عرفناهمش حنا كاع. هذا اللي كيخدموا في طفرات، ينتجوهم، يكونوا سلعه حره، تكون طايع المقاد، يكون مواصفات كامله، يبحثوا على هذا الشيء. هذا هما الناس مزيانين. كاين الناس اللي كيشد كيخلط، بلدي كيبان لك راه مزاوج مثلا الساتيني مع ريسيسي. اش كاين تش شي حاجه اللي هي مكروزه، هذيك المكروزه كون مأكد راه غادي تبيعها، ولا غادي دير لها داكشي وما ما عندها حتى معنى. راك غادي دير واحد الحاجه غادي تغلي غير الزوان، يعني بحال مثلا داك الكناري اللي كيكون مزلاج، كناري اللي كيكون باناشي بهذا المعنى، مخلط مكروز، ماشي مكروز من اجل البحث، وانما مكروز بفو اكوبلومو، تزوج خاطئ. هذاك راك بحال كتضيع في الزوان، وكتضيع في الطاقه ديالك، وكتضيع في وقتك. فانا كنصح اي واحد بغى يدير الفراخ يمشي ينتج الفراخ بالوان مقاده، يبحث على الالوان هي الاولى، كي شنو اللي نزاوج مع بعضو، وشنو اللي نزاوج مع بعضو، وهاد اللون مع هاد اللون اش غيعطي. راه كلشي كاين وكلشي واجد، عاد دخلوا لي سيت ودخلوا هكا راه غتلقاو كلشي. بالنسبه اللي غاص الله يخليكم، ما تخلطوش اللي غاص الا دوك اللي غاص اللي كيكونوا متشابهين، بحال مثلا اغات راه كيتزاوجوا مع بعضياتهم كاملين، وفي اطار البحث وفي اطار التزاوج، رغم انهم كيعطوك شي حاجه فيها الكروازمون. كاين لي بوكرون راه كيتزاوجوا مع بعضياتهم، ممكن انك تبحث فيهم وتخلط بيهم، ولكن باش تخلط شي حاجه اللي هي لي بوكرون مع شي حاجه ميلانين راه ما يمكنش راه غتعطيك الباناج. نشوف تاني مثلا داك الكناري اللي كنقولوا مزلج، عندنا في البلاد وعندنا موجود، كتلقى ناس كتخلط كناري مزلج وكتنتج فيه بكثير. فهاد الشيء راه ما غاديش نقول لك ما مزيانش، راه مزيان باش تولع، ولكن باش تنتج هاد الشيء تاخدو كإنتاج وكتفرخ منه 100 و200 و300 وتليح في القفز ومسرح وداك الشيء، راك كتضيع في وقتك وكتضيع في بزاف الحوايج. هاد الشيء خدمو اللي غاز، شوفوا الناس براش كيديروا، شوفوا الناس ديال اش كيدير. واش كتلقى واحد مثلا مشات موزيك مزوجه مع كناري صفر ولا كناري بيض، وكيبيع فيهم اساس موزيك، ماشي كيبيع فيهم لا اساس راهم بلاده ولا راهم مكروزين راه حشومه. هادشي لا، انت كمربي ما تكونش عندك هاد العقليه، لان هاد الفراخ الناس اللي كيربيهم راه كيكونوا غالبا نقايف عقل، نقيف عقله، يعني داير واحد الحاجه اللي اختارها شي حاجه دو ديكور، يعني الديكور صافي، ما مختارش شي حاجه انك باغي تخربقها ولا شي حاجه. فلاش غتشد تا موزيك غادي تخدمها مع صفار ولا مع بيض ولا مع راك غادي لا مثلا ريد فاكتور مخلطها مع لورونج وكتبيع ولادهم على اساس ريد فاكتور، لا راك كتفسد السلاله اللي ضربوا عليها الناس واحد العذاب وقراو عليها في الجينات على اساس انها تكون سلاله نقيه، وكتجي حتى كتفسدها. كيشري من عندك شي واحد وكيمشي يخدم سلاله تكدا كتخرج ليه شي الوان وشي اشكال اللي ما عمرك ما شتيهم. ف اللي هضرت عليه لك حلول هادو كنقترح على الناس اللي بغاو يخدموا الكناري، يخدم لي غاز مقادي،
ما يبداش يخلط. بالنسبه للناس اللي بغات هي تولع، راك عاد تمشي دير المزلج راك عاد تولع بيه، راك عاد تمشي دير الكروازي راك عاد تولع، ولكن ما تنتجش منه بزاف لانه ماشي ديال الانتاج. صح، راه ديال الانتاج واللي خاص يتنتج منه بزاف هو المصنف كناري، اللي يخضع لقوانين المسابقات، يخضع لقوانين المواصفات اللي فيه، وحذاري من واحد الخطأ راه كيطيحوا فيه الناس بزاف، وهو انك كتعطي مواصفات للطيور واحد الغاص انطلاقا من الطيور اللي كتملك. مثلا كتلقى ناس يشدوا ريسيسيف وكيقول لك ريسيسيف ها كيفاش خاصو يكون انطلاقا من دوك الطيور اللي كتملك انت. لا، كاين شي وحدين ناقشنا معاهم حنا جماعه على كناري الجاسبي، وكيعطيك شي مواصفات على الكناري الجاسبي انطلاقا من داك الشيء اللي عنده. كتقولوا لا، راه الجاسبي ضروري كيعطي شي حاجه ريفولي، يعني بورتور، ما غنقولوش بورتور، وانما هذا البورتور راه ما كنحملهاش تقال، وانما راه مخلط، راه ريفولي، ماشي شي حاجه اللي هي حره. ريسيسيف هكا، مزيك هكا، ريد فاكتور هكا، راه كيكون واحد لي نورم كاينين في لاطاي شحال خاصها تكون، في الشكل ديال الراس، في الاجنحه، في هادشي كامل راه خاص بنادم يحافظ عليه. انا هادشي غير كان هضر، ما كنلوم حتى شي حد، ومجرد نصيحه. وكنتمنى ان في التعاليق تخليوا الاراء ديالكم والنصائح ديالكم للناس اللي كتنتج طيور الكناري وكيفاش خاصها تنتج. اللي عنده شي تجربه ينصح. والله يخليكم، واحد الحاجه اخرى راه كنلاحظها بزاف البلايص في الجروبات الفيسبوك ولا شي حاجه، راه لاحظتوا ان الناس ذوي الخبره ما بقاوش كيقدموا شي تعليق ولا شي نصيحه. واش واحد مثلا كتلقاه تبارك الله خبره كبيره في التربيه ديال الطيور، وهذا الشيء راه ما كيجيش بالقرايه وحده، راه كيجي بتجربه، كيجي بممارسه لمده طويله. كينوض ليه واحد يلا مربي الفراخ 6 شهور ولا عام، وكيبدا كيعاير فيه ولا كيقول لي انتاش كتعرف ولا وكون اكد ان هاد السيد اللي كيكون واحد التجربه كبيره وكتبدا كتفهم عليه انت وكينصحك وما كتصنتش، راه ما عمرو غيبقى يدوي معاك ولا عمرو غيبقى يجو. خليو الناس كبار وحتى الشباب تبارك الله اللي راهم عندهم تجربه حتى هما يقدموا النصائح ديالهم، والنصيحه الصحيحه ماشي النصيحه الخاطئه. ما تقولش واحد انا درت الفرق دقيتو انا لصقتو ليه، انا كنقول واحد الكلمه اخرى حتى هي كنقولها وكنصح بها اي واحد، وانه الا عندك واحد الفرخ مريض انت كمربي ما تبيعوش، لانك انت كمربي غتقدر تعالجه. اللهم يتعالج عندك انت، عندك تجربه، عندك ربما ادويه، عندك من تجيب الدواء، عندك كتهزو كدير السوق كيشريه واحد يلا بادي في الفراخ ما عارفوش هو اصلا مريض، راه كيحسب لي الكناري هكاك داير واش مريض ولا كيموت عنده، فشكون السبب في موت هاد الفرخ اللي كان بامكانه يتعالج بدواء بسيط، دواء ديال 30 درهم، دواء ديال 20 درهم ويتعالج. فعند انت السبب. فملا ما فيها باس انك لا خديتي واحد 10 ايام خليتي اجلتي البيع ديالو ل 20 يوم ودرتي ليه واحد تريتمون ديال 5 ايام في 5 ايام وقاديتي الغرض، وربما لا بان لك انه ولا في صحه جيده راك تبيعه، ما فيها حتى مشكل. ولكن باش تنوض دي مريض حقه باش تفك منه راه ما كنقولش ما مزياناش حتى لواحد الدرجه، وانما ما خاصكش ديرها، فهمتي؟ رفقا بهاك الطائر، ماشي زعما تقدر تكون مزير وخاصك فلوس تقدر تكون شي حاجه، ولكن رفقا بهاك الطائر انه غادي يموت ما ديرش الخدمه، تهلا فيه حتى يصح وبيع الله يسهل عليك، هذا هو اللي راك تقدر دير. فهمي؟ دونك هادو مجرد بعض الافكار ومجرد بعض الملاحظات. بقى واحد الحاجه اخرى، راه التداعيات ديال الكورونا راه ما اثرتش غير على السوق، على النقد، على الفلوس اللي كنكون عند الانسان، وانما حتى هادوك الناس اللي تيجيبوا الاكسبور يجيبوا السلعه من برا ديال لي سيباري لي كونطوار هذيك اللي كيجيبوا هادشي، راه حتى هما راه كاين واحد شويه زيار في اخذ السلعه، في امتلاك السلعه، حتى داك المصنع اللي كيصنع هذوك الاقفاص راه كيصنع وراد البال، حتى داك المصنع اللي كيصنع الدواء
ولا كيصنع الفلاي ولا كيصنع نيكتون اس ونيكتون او هادشي راه ما تي كنقول كيصنعو بالقدر اللي غادي ليفريو الدول، راه ماشي تيصنع بار ديفو كيما كتقول يعني كيما كان قبل. علاش؟ لانه دير في باله ان هادشي غادي يبقى في الستوك، سمعتو غيبقى لي في الستوك. وانتم عارفين الفلاي مثلا راه لا بقى واحد 6 شهور في الستوك راه ممكن يفسد، نيكتون اس ونيكتون او لا بقاو في الستوك ممكن يفسدو. وهاد الستوك فين بقاو؟ كي داير هاد الستوك من حيث الرطوبه، من حيث الجو، من حيث واش فيها دوك لي كونديسيون اللي خاصهم يكونوا ولا لا. فهاد الشيء حتى هو الانسان خاصو ينتبه ليه، انه من العوامل اللي لو ولينا كنشوفو مثلا فلاي كان ب 4000 مثلا سطال ديال 4 كيلو، ولا دابا ب 4500 كاين اللي بيع فيه ب 5000. وللاسف كنعتذر انني شفت واحد المشهد في واحد السوق معين بلا داعي لذكر الاسم ديالو، انهم تيشدوا داك الحك ديال الفلاي داك الزرق وتيديروا فيه باتي اخر وكيبيعوا على اساس فلاي. وشفت شي حوايج اخرين تما في النيكتون اس وفي النيكتون او، وشي حوايج اخرين في الدوايات انهم تيتفتحوا. فنصيحة اخرى تاني للناس اللي كي يديروا الدواء ويديروا تريتمون الفراخ، مثلا بغيتي بايكوس ولا بغيتي بايتريت، شوفوا شي ربعه الناس ولا خمسه ولا سته وسيروا خذوا هذاك الدواء وقسموه بيناتكم وخدموا به 15 يوم ورميوا هذاك الشيء عليكم وقراو التاريخ صافي. هذا الشيء اللي نقدروا نديروا بالنسبه للدوايات، ما تمشيش تاخذ دواء محلول اكثر من 15 يوم راه تيفسد وغادي يقدر يهلك لك الطيور ديالك. وهذا الكلام اللي كنقول لك الا عندك غير جوج فراخ ولا ثلاثه راه ما تحسش بهذا، ولكن ملي كتولي عندك واحد 100 فرخ ولا 200 فرخ ولا عندك واحد ليلفاج اللي كتربح منه كتعيش منه، راه ممكن انك تحس بهذا الكلام ديالي. اش كنقول لك؟ تعطيهم شي دواء تصبح لك كل شيء الله يحفظ، ما بغيتش نقول شي طرا ويك الساعه راه كتعرف اش كنقول. دونك هادو هما الاسباب. فنرجو من الاخوان كاملين انهم ينتبهوا لهذا الامر، وانهم رغم هذه الظروف حد ارتفاع ديال الاسعار يحافظوا على الطيور، ما يكتروهمش يعني ما يحاولوش يبيعوا من شي واحد ولا ماشي ما يعطيوهمش ايادي امينه تولي باغي تفكو صافي. لا، عرف الناس اللي غادا تهلا اللي غادا ترد البال اللي غادا تعتني عاد ما تكون كما كنقولوا وقت الضيق يبان ولا الناس، فهمتي؟ دابا عاد كيبان شكون اللي غادي يقدر يبقى شاد الطيور ديالو، شكون اللي غادي يتهلا فيهم، واش فريمون عن حب دايرك الشيء ولا دايرو غير بتفك منه غير مصيبه لاصقه فيك بالمعنى. هادشي كامل خاص نادم يرد ليه البال، حاولوا انكم تهلاو انكم تردوا البال. واحد الحاجه اخرى انا بغيت نذكرها بالنسبه للزوان، لاحظت هادشي ما شفت الزوان، كاين داك الزوان اللي كنقولوا حنا في كندا تيقوبيه باللي راه كيداروا جوج طوله لفوق في الخنشه اللي ديال كندا، والتحت راه غالبا مخلط، يقدر يكون مخلط ما بين كندا او ديال البلاد. لاحظ ملي كتجبد دوك المرات الاولين كتوكل اليومين الاولى من الخنشه ما كيبقى والو ديال التراب، ما كيبقى والو ديال داك الكحل داك الزرع داك القسمه ديال الزوان. ولكن ملي كتقرب لتحت والوسط كتولي كتلقى داك الشيء في الوكالات، هذا دليل على ان الزوان راه مخلط. دونك هذا الشيء ماشي مشكل، حنا نتمنوا ان هاد الناس اللي كيبيعوا هذا الشيء يعطيو خدمه مقاده، زوان مقاد لابا تربع طلع فين تربح. واش غنقول؟ السلام عليكم، وحاولوا انكم تدعمونا في هذه القناه وبارطاجيو الفيديو والضغط على زر لايك ولما لا تفعيل جرس الانذار باش توصلوا باي جديد نشرنا. وان شاء الله مستقبلا غنبداو نديروا مواضيع على مشاريع معينه، يعني غنذكر لكم بعض المشاريع كيفاش تعاملوا مع الناس اللي باغا تدخل المشاريع، والله يوفقنا ويوفقكم جميعا.